أهلا بكم. قال المبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ إنه من الضروري إنشاء لجنة دولية لتسوية النزاع في اليمن، وأضاف خلال مؤتمر جمعه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أنه لابد من إنشاء لجنة دولية تدعو الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا يعني مقترح المبعوث الأممي لإنشاء لجنة دولية لتسوية النزاع؟ وهل يتسق هذا الاقتراح مع دعوة مجلس الأمن بضرورة انتقال سياسي يلتزم بالمرجعيات والقرارات الدولية؟ من موسكو، اقترح المبعوث الأممي إنشاء لجنة دولية لتسوية النزاع في اليمن، اقتراح يراه مراقبون بمثابة بداية لمرحلة جديدة من المفاوضات، فيما يراه آخرون محاولة جديدة من المبعوث الأممي لإبقاء دور خطته التي طرحها للحل حاضرة في رسم المشهد الجديد الذي لا تزال ملامحه غير واضحة حتى اللحظة. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود. مجددا يبحث المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ عن حلول تعيده للمشهد اليمني من جديد بعد غياب أو تغييب وتراجع لحضور الفعل السياسي في اليمن. الجديد هذه المرة جاء من موسكو خلال لقاء ولد الشيخ نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحثا عن حل سياسي يوقف نزيف الدماء في اليمن. في التفاصيل التي وردت في ثنايا الخبر، طرح ولد الشيخ فكرة تقوم على ضرورة إنشاء لجنة لتسوية النزاع في اليمن، يتلخص دورها في إيجاد حل عبر المفاوضات وتحريك الركود الذي شهده المسار السياسي خلال الفترة الماضية. التصريح الجديد يبدو أن صداه لم يتجاوز قاعة الاجتماع الذي تم فيه ذلك الطلب، ولم يصل لأسماع المتحاربين على بعد آلاف الكيلومترات، ولم يجعل ميليشيا الحوثي تسمح لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة مدينة تعز المحاصرة. الموقف الروسي الملتبس من الأزمة اليمنية لم يتغير، ولا زال يعتبر الوضع في اليمن جزءاً من لعبة الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة، وإن كان تصريح نائب الوزير الروسي أكثر دبلوماسية حين اكتفى بالحديث عن ضرورة استئناف عملية التفاوض في أسرع وقت. قد يرى البعض أن تلك التحركات تأتي في خانة التباين مع طبيعة الحرب التي جاءت نتاجاً لواقع الانقلاب وتكريساً آخراً للضغط الدولي الذي يقوم به ولد الشيخ في محاولة منه لقطع جهود التقدم العسكري لطرف الحكومة الشرعية، إلا أنها أيضاً وبحسب آخرين ما تزال أقرب إلى دائرة العودة للمفاوضات السياسية. من اليمن إلى موسكو وما بعدها، ما يزال المبعوث الأممي يمضي في طريق إنعاش المسار السياسي الذي غيبه الواقع الميداني. ليبقى السؤال: هل تشق السياسة طريقها هذه المرة وسط زحمة المعارك؟ نبدأ النقاش مع ضيفنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. بداية دكتور، كيف تقرأ دعوة ولد الشيخ إلى تشكيل لجنة دولية للتسوية وإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات؟ طبعا هذه الدعوة أنا في تصوري أنها تسعى إلى توسيع المشاركة الدولية فيما يخص الأزمة في اليمن. لدينا لجنة، هي اللجنة الرباعية التي شكلت طبعا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه اللجنة الرباعية هي المعنية بالملف اليمني بشكل مباشر. أما إذا أردنا نتحدث عن الجانب الدولي، فهناك ما يقارب 18 دولة مشرفة على عملية التحول السياسي وعلى المفاوضات التي كانت في الكويت، ولا تزال على صلة بالوضع اليمني. أنا في تصوري أن ولد الشيخ أراد من خلال هذا الطرح أن يوسع المشاركة من أجل أن تدخل قوى أخرى من روسيا وإيران، وفي هذا نوع من تنميع الحل السياسي في البلاد. لا، لكن بطبيعة الحال روسيا هي متواجدة ضمن قائمة الدول 18. هي موجودة لكنها ليست موجودة في اللجنة الرباعية. هي باتت أيضا باتت خماسية بانضمام عمان رسميا أيضا، يعني بانضمام العمانيين بشكل غير مباشر، لكنها لا تزال رباعية. العمانيون دخلوا بشكل بآخر، لكن الهدف من هذه الدعوة في تصوري هو أن تدخل أطراف أخرى على صلة بالحوثيين. إما أن ولد الشيخ يريد من هذه الأطراف أن تمارس نوعا من الإيجابية السياسية تجاه الحل بالضغط على الجانب الحوثي، أو أنها هذه الدعوة يراد لها كمان
يفهم آخرون بأنها يراد لها نوع من الدعم الذي يمكن أن يضفيه دخول أطراف دولية أخرى موالية أو داعمة للحوثيين مثل إيران وربما أطراف أخرى. لا طيب أنت قرأت الدعوة دكتور محمد أنها ربما بهدف توسيع دائرة الفاعلين والمؤثرين الدوليين بهدف إيجاد حل، ماذا عن رؤية البعض الذي طرحوا أن ربما قد يكون في هذه الدعوة هو إعلان لفشل كل خيارات وخطط المبعوث الأممي السابقة؟ هو المبعوث الدولي في تصوري لجأ إلى هذه الدعوة لأنه أحس بالطريق المسدود، يعني على المستوى الشخصي كمبعوث دولي لم يستطع أن يحدث أي اختراق في المواقف الموجودة في الساحة، سواء كان المواقف السياسية داخل الأطراف اليمنية أو ربما في المواقف يعني الإقليمية. لكن هذه الدعوة التي أراد بها ولد الشيخ أن يهرب من فشله الشخصي ربما أراد أن يهرب إلى فشل آخر أوسع، لأن توسيع دائرة الحل في اليمن يعني الفشل. الحل في اليمن هو حل كان يفترض أن يكون حلا يمنيا، بما أنه لم يكن حلا يمنيا فهو حل عربي بامتياز. المبادرة الخليجية التي أخرجت اليمنيين من الأزمة النظام والثورة التي كانت في 2011 كانت مبادرة عربية، والذين المعنيون بشكل مباشر بالأوضاع في اليمن هم العرب والخليجيون بشكل أخص، وبالتالي لا يتصور أن تدخل أطراف دولية أخرى مثل إيران التي أكاد أجزم بأنها هي الهدف من وجود هذه الدعوة، لأننا لا ننسى أن ولد الشيخ زار إيران وبالتالي يريد أن لن يسمح بأن تكون إيران حاضرة يعني في لجنة دولية لأن الفاعلين العرب سيرفضوا، أم أيضا لأن الأمريكان والبريطانيين ربما يرفضوا ذلك؟ لن يقبل لا اليمنيون في الداخل ولا التحالف العربي بوجود إيران طرفا في حل سياسي في اليمن لعدة أسباب. إيران ربما تكون طرفا في حل سياسي في سوريا لأنها حاضرة بشكل واضح وبشكل كبير، إيران حاضرة في اليمن لكن بشكل دعم بما تهرب من أسلحة وبما تهرب من خبرات وعمليات تدريب، لكن ليس إلى الحد الذي يجعلها تفرض أجندة معينة وتفرض نفسها في عملية الحل السياسي في البلاد. موقفها ضعيف، وبعد أن شنت عمليات عاصفة الحزم وبعدها إعادة الأمل لا يمكن أن نتصور أن الموقف الإيراني يمكن أن يكون قويا في الداخل بحيث تكون إيران أحد أضلاع مثلث أو مربع يمكن أن يكون. طيب دكتور محمد، هل اعتمدت في قراءتك لأنه لن يكون مقبول انضمام إيران للجنة كهذه فيما يخص ربما حتى الآن عدم صدور أي موقف رسمي من التحالف العربي أو من اليمن، بنيت قراءتك على هذا الطرح؟ لأنه حتى الآن مرت يمكن أكثر من 24 ساعة على دعوة ولد الشيخ. هو الإيران أولا ليست مؤهلة في اليمن لأن تقود عملية حل لأنها عنصر مشكلة، والحل لا يمكن أبدا أن يأتي على أيدي الإيرانيين لأنهم لا يريدونه، لأن في وجود الحرب وفي ظل الفوضى الموجودة في البلاد هذا هو الوضع المفضل لإيران لاستنزاف العرب ولاستنزاف اليمنيين وبالتالي لتمرير أجندة معينة لتقسيم البلاد، فهي لا يمكن أن تسعى عن تسوية سياسية عادلة، هي تريد أن يكون حلاً، أن يكون هناك حل في البلاد يبقي على حلفائها الحوثيين أقوياء، وهذا لن يقبله أحد. ثم إن التنافس الإقليمي الموجود بين إيران والمملكة العربية السعودية في الخاصرة الأمنية الجنوبية للمملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لصانع القرار في التحالف العربي بأن يسمح للإيرانيين بأن يكونوا متواجدين في لجنة دولية للحل في اليمن. طيب دكتور محمد، نشرك معنا الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط في عمان ضيفنا في هذه الحلقة. دكتور عبد الله أهلا بك. أستاذ مرحبا بكم، حياكم الله. ضيف الكريم من عمان، قراءتك أنت لدعوة ولد الشيخ لتشكيل لجنة دولية تؤسس لتسوية سياسية، الدكتور محمد جماح يرى أن الهدف ربما منها هو توسيع دائرة الفاعلين والمؤثرين وربما إتاحة الفرصة لأن تنضم عمان إلى قائمة الفاعلين والمؤثرين، قراءتك أنت لهذه الدعوة من حيث التوقيت أيضا ومكان خروجها من موسكو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أنا أقرأ في هذه من حيث المضمون ليس هناك جديد، يعني التصريح الذي أدى به المبعوث الأممي من موسكو من حيث المضمون من حيث الجوهر ليس هناك جديد، لكن كقراءة سياسية
أرى أن هناك توجها دوليا لتدويل الأزمة اليمنية، والتدويل يعني التعويض. معنى ذلك أن المجتمع الدولي والفرقاء الإقليميون ليسوا جادين في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة في القريب العاجل، لأنه أي قضية من هذا النوع يتم تدويلها معنى ذلك أنها يعني يتم تعويمها، وبالتالي تصبح قضية سائلة يتنازعها كل الفرقاء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني أجتم أن هناك رائحة إعادة تعريف للأزمة اليمنية، فلم تعد هي كما عرفت في السابق عدوان من قبل من قبل فصيل معين اعتدى على السلطة وأسقط الدولة وأسقط هياكل الدولة واستولى على البلاد والعباد وقتل وشرد وفعل كل هذه الفواقر في اليمن، وإنما هي مسألة صراع بين يعني فرقاء سياسيين. فقد جاء في تصريحه أنه يحاول أن ينأى بالأزمة اليمنية عن استخدام العنف، وأي عنف أكثر مما فعله الحوثيون في اليمن. فعلى المستوى السياسي أقرأ يعني هذه يعني المؤشرات في هذه في هذا التصريح الذي صدر عن ابن الشيخ، لكن من حيث الجوهر لا أرى أن هناك تقدما في المفاوضات. طبعا الرجل في يعني طريقه إلى الرياض ومسقط وأبو ظبي ثم صنعاء وعدن، ويبقى هذا كله تحركا دبلوماسيا معتادا، يعني لا يشي بأن هناك تحولا جذريا وتقدما في مسار التفاوض السلمي. طيب، فرص الاستجابة لهذه الدعوة وأيضا فرص أن تكون إيران حاضرة ضمن لجنة التسوية في اليمن؟ أنا أظن أحد الأسباب، أحد الدوافع الرئيسة في إطلاق هذا يعني هذا التصريح هو محاولة استيعاب إيران في يعني دوائر الحل. نحن نعلم أن القرار ليس في صنعاء وإنما القرار في طهران، فيبدو واضحا أن المجتمع الدولي الولايات المتحدة على وجه التحديد تتفاوض مع إيران على يعني قضايا معينة، الاتفاق النووي، الأزمة السورية، المعركة الجارية الآن في الموصل ضد يعني جماعة الدولة. فيبدو أن هناك توجه دولي أيضا لاستيعاب إيران ضمن الحلول يعني المجمعة في الأزمة اليمنية، وإيران في تقديري أنها لو حصلت على مغانم كبرى على الجبهات الأخرى في علاقتها مع الولايات المتحدة، في علاقتها بالكتلة الخليجية، في القضية السورية والعراقية، لو حصلت على مغانم وأعطيات على هذه الجبهات فيمكن أن تضحي باليمن إلى حد ما، يمكن أن تبيع حلفاء الحوثيين إلى حد ما. طيب، أعود لضيفي من لندن دكتور محمد جميح. دكتور محمد، الأستاذ عبدالله الغيلاني من عمان يرى أن ربما الهدف من إطلاق هذه الدعوة هو تدويل الأزمة اليمنية، وبالتالي أن يحصل لها تعويم، وأنه لا تفاؤل من وجهة نظره، ربما لا شيء سيتغير. رأيك؟ يعني هو صحيح، نحن في اليمن حل عربي، كما قلت المبادرة كانت مبادرة عربية خليجية، وعندما دولت هذه المبادرة الخليجية بأن اعتمدت ضمن أدبيات الأمم المتحدة وأضيفت لها ملاحق سميت بالآلية التنفيذية التي أشرف عليها المبعوث الدولي السابق جمال بن عمر، عندما تم ذلك دولت الأزمة اليمنية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. عندما ضغطت الأمم المتحدة والجانب الأمريكي في حينها على تضخيم الحوثيين ومنحهم 36 عضوا في قوام الحوار الوطني، وهو حجم لا يتناسب إطلاقا مع حجمهم الجغرافي والعسكري حينها في 2013، لكن حصل ما حصل، دولت الأزمة وأنتج هذا التدويل الأزمة، أنتج الحرب الموجودة الآن. لا يمكن أبدا لمن يريد أن يكون هناك حل في اليمن أن يدور الأزمة ونسعى إلى تدويلها، لأن التدوير معناه يعني أن تظل الأزمة ضمن أدراج الأمم المتحدة سنوات طويلة. طيب دكتور محمد، هل يمكن القول بأن هذه اللجنة ربما ستسير في طريق إيجاد تسوية بين الأطراف الإقليمية؟ لا يمكن. أنا في تصوري أن في وضع فكرة لجنة دولية تضم إيران، وهذا وإن لم يصرح به ولد الشيخ، لكن هذا هو الهدف الأساس من هذه اللجنة، لجنة دولية تضم إيران، لا يمكن أن تأتي بالحل، لأنها ستفجر المواقف المتفجرة أصلا بين بعض الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية وإيران، وبالتالي سيصبح اليمن أكثر مما هو عليه الآن ساحة صراع، سيتفجر صراع بشكل أكبر، لأن إيران ستصبح لديها مشروعية
في الحل بعد أن تدخل هذه اللجنة، وبالتالي لا أتصور إطلاقا، وهذا هو الذي يجعلني أقول أن التحالف العربي لا يمكن أن يقبل بدور إيراني في الحل في اليمن. اليمن مهمة جدا للأمن الإقليمي العربي، للأمن القومي العربي في خاصرته الجنوبية، لأمن دول الخليج، لأمن المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا أتصور أن تفرط المملكة بهذا الجانب، لأنه جانب حساس ومهم. هذا أمنها القومي وأمنها الوطني في المملكة العربية السعودية، لا يمكن أبدا، لا يقبل ذلك. طيب دكتور محمد، هذه الدعوة حتى تصبح واقع سياسي، ما الذي تحتاجه؟ هل تجاوب واعتراف من اللاعبين المؤثرين أم ماذا؟ حتى تصبح واقعا لابد أن تقبل دول التحالف العربي وهي المعنية بالجانب العسكري في اليمن، ولابد أن تقبل في تصور الحكومة اليمنية بوجود إيران طرفا من الأطراف الراعية لحوار سياسي، ولا أتصور أن هذين الشرطين يمكن أن يتحققا. كذلك لا أتصور أن يوافق الأمريكيون الذين خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة يعتبرون إيران عنصر قلق، وقد صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي قبل أسابيع بأن الحوثيين جماعة إرهابية تدعمها إيران، ودونالد ترامب له أكثر من تصريح قال بأن إيران تشكل خطرا على الولايات المتحدة وعلى حلفائها، وقال بأن السلوك الإيراني يخرج عن الإطار بهذا المعنى. بالتالي حتى الأمريكيون لا يمكن أبدا في تصوري في هذه الحقبة الراهنة أن يقبلوا بدور إيراني في اليمن، لأن الأدوار الإيرانية كلها في اليمن هي تنصب في تهريب السلاح، في تخريب الحل السياسي، وهم الذين ربوا وكبروا هذه الجماعة حتى أصبحت على هذا الشكل الذي تمردت فيه على الدولة اليمنية، وتمردت أيضا فيه على الجوار الإقليمي. طيب دكتور محمد، سؤال أخير، في الوقت الذي نشاهد فيه على مستوى التصريحات ربما ضغوط أمريكية على إيران، هناك تحركات إيرانية في الخليج، كانت هناك زيارة أخيرة لروحاني للكويت، كيف تقرأ هذه التحركات؟ هل هناك سعي إيراني لإعادة ترميم العلاقة مع الخليج؟ ومشكلة إيران يعني تتلخص في أنها لديها شعور الأقلية ولديها طموح الأغلبية، هذا هو مشكل السياسة الإيرانية ومشكلها العميق. إيران دولة تشعر بأنها أقلية في محيط أكثري، وبالنسبة لطموحها تطمح بأن تلعب دور الأغلبية في هذا المحيط الكبير، وهذا هو سبب العلاقة المتوترة بين إيران وجيرانها العرب، وسبب أيضا المشاكل التي نعاني منها في المنطقة. تريد إيران من خلال أو أرادت من خلال جولة روحاني الأخيرة أن تسحب أو أن تحسن علاقتها ببعض دول خليجية على حساب علاقة هذه الدول مع المملكة العربية السعودية، وهكذا تتصور من أجل إضعاف الموقف السعودي، ولا تسعى في تصور إيران من خلال هذه الجولة إلى أن يكون هناك حل على المشاكل العالقة بين إيران وجيرانها العرب، لإنما تريد أن تسحب إنجاز التعبير أو أن يعني أن تحيد بعض الدول الخليجية حسب ما يتصور صانع السياسة الإيرانية مثل الكويت، مثل دول أخرى وعلاقتها أيضا جيدة مع عمان، من أجل أن تبقى المملكة العربية السعودية وحيدة في وجه العاصفة الإيرانية كما يتصور صاحب السياسة الإيرانية، وبالتالي تضغط على المملكة في ملفات أخرى من ضمنها الملف اليمني. شكرا جزيلا دكتور محمد. نهائية. لا نعم. شكرا لك جزيلا دكتور محمد جميح، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن. اعود الى ضيفي من مسقط الاستاذ عبد الله الغيلاني، والمعذره تاخرت عليك استاذ عبد الله الغيلاني، بالنسبه لرؤيتك لامكانيه ان تصبح هذه الدعوه واقع سياسي، وامكانيه ان تنضم ايران الى قائمه الفاعلين في اي تسويه او مشروع تسويه سياسيه في اليمن، وهل سيكون مقبول من قبل التحالف العربي؟ نعم، أنا أظن أن هذه الدعوة التي أطلقها المبعوث الأممي أطلقت بشيء من التوافق مع الفرقاء الدوليين وربما الفرقاء الإقليميين. لا يمكن لابن الشيخ أن يطلق هكذا دعوة من موسكو دون الرجل يمثل الأمم المتحدة، ونحن نعلم النفوذ الأمريكي في الأمم المتحدة. فقد يكون هناك شيء من التوافق بين الفرقاء أو اللاعبين الدوليين والإقليميين. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني حظ هذه الدعوة من النجاح أحسب أنه ضئيل، لأنه تحقيق حل سياسي أو تقدم في التفاوض السياسي في الأزمة اليمنية محكوم بشروط معينة. هذه الشروط لم يتحقق منها شيء. أول هذه الشروط أن يحدث شيء من الانكسار العسكري للحوثيين في اليمن، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.
صحيح أنهم حوصروا في مناطق معينة، منعوا من التمدد على المستوى الجغرافي، لم يعد الحوثيين يشكلون تهديد استراتيجي للأمن القومي السعودي، هذا كله صحيح، ولكنهم ما زالوا موجودين في قلب العاصمة ويحكمون أجزاء من اليمن. إذن لم يحدث هناك انكسار عسكري يدفع الحوثيين إلى القبول بحل سياسي، هذا شرط. شرط آخر، ضرورة أن تخرج الحكومة الشرعية، حكومة الرئيس هادي، من حالة العجز الاستراتيجي إلى حالة المكنة الاستراتيجية، وبالتالي تصبح لاعبا على الصعيدين العسكري والسياسي، لاعبا فاعلا في قلب الأزمة. هذا غير متحقق للآن، لا زالت الحكومة عاجزة، لا زالت مستطيعة بغيرها، لا زالت يعني يقضى الأمور الكلية الكبرى في الأزمة اليمنية دون أن تشرك هذه الحكومة. فلا بد أن تخرج حكومة الرئيس هادي من حالة العجز إلى حالة المكنة الاستراتيجية كي تستطيع تكون لاعبا مركزيا بدل اللاعب المركزي الأول في هذه الأزمة. طيب دكتور، الشرط الثالث، أنا أحسب أن المملكة العربية السعودية أيضا مدعوة إلى إعادة تعريف أمنها القومي. المملكة العربية السعودية عندما دشنت عاصفة الحزم قبل سنتين بالضبط من الآن كانت ترمي إلى اقتلاع هذه النفسة الحوثية من اليمن، ولكن هذا لم يحدث، يعني لم تتقدم عاصفة الحزم وتحقق أهداف النهاية الكلية. اكتفت المملكة وهي التي تقود هذا التحالف العربي، اكتفت بنزع يعني الخطر المباشر، بحيث أنها أبقت على الحوثيين محاصرين في صنعاء والمناطق المجاورة، وبالتالي لم يعودوا يشكلون تهديد مباشر للأمن القومي السعودي في هذه اللحظة. وهذا لا يكفي، وجود الحوثيين، مجرد وجودهم كقوة عسكرية وقوة سياسية، هذا على يعني الأعماد المتوسطة والبعيد يشكل خطر على الأمن القومي السعودي. مسألة أخرى يعني قضية إيران. إيران كما قلت أن القرار، طيب سأعود لك أستاذ عبد الله في نقطة إيران، سأعود لك في نقطة إيران والتحركات الأخيرة لها في الخليج، لكن أشارك معنا من لندن أيضا الدكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. أهلا بك دكتور عيدروس. دكتور عيدروس، برأيك هل لمقترح ودعوة ولد الشيخ حضور إذا ما تم إسقاطه على واقع إعادة المسار السياسي مرة أخرى؟ مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام ومشاهديك الكرام. أعتقد أنك تتحدث عن الدعوة التي أطلقها من موسكو إسماعيل ولد الشيخ، والتي دعا فيها إلى تشكيل هيئة دولية لفض النزاعات في اليمن، أو يعني لمناقشة موضوع النزاع والحروب، إذا أنا فهمتك صح. فعلا هو هذا موضوع الحلقة. اولا طبعا هو امر غريب انه يعني اسماعيل ولد الشيخ اللي متابع تفاصيل الوضع في اليمن بكامل دقائقه ان يدعو الى هيئه دوليه اضافيه، يعني اضافه الى الجهد التي تبذله الامم المتحده من خلال اسماعيل ولد الشيخ وفريقه. هذا يحمل احد معنيين، اما ان اسماعيل ولد الشيخ يشعر باليأس من امكانيه إحراز تقدم على الصعيد السلمي، أو أنه يريد أن يفتح مشروع جديد أو يبحث عن وسيلة جديدة بعدما عجز عن إحراز اختراق في الجبهة مع ملامح هذا المشروع الذي يريد فرضه. هو قد لا يكون مشروع يريد فرضه، لكن يبحث عن مدخل جديد، يبحث عن اختراق جديد في النزاع اليمني، يحاول البحث عن اختراق. اما موضوع يعني بعد كل المبادرات التي اجريت، من الواضح ان في اليمن المشاريع يعني الفرق السلمية لا تجدي، بسبب بسيط وهو ان الطرف الانقلابي متمترس ولا يريد أن يقدم تنازلات حتى بعد كل الضربات التي ألحقت به، لا يريد أن يتنازل عن مشروعه، وهو المشروع السطو على الدولة السلالية أو بناء دولة سلالية وراثية يشترك فيها الحليفان الحوثي وصالح. طيب دكتور عيدروس، عود لضيفنا من عمان الأستاذ عبد الله الغيلاني في سؤال أخير. أستاذ عبد الله غيلان، هناك من يرى ربما أن إيران قد تكون على استعداد لتسوية إقليمية مع الخليج في اليمن، وقد تكون ربما هذه الدعوة بداية لهذا الطرح، وأيضا زيارة روحاني إلى الكويت وهذه التحركات، ما رأيك؟
أنا أتفق مع هذا الاستنتاج. إيران اليوم ليست في أحسن حالاتها، وآية ذلك الزيارات الأخيرة التي قام بها الرئيس روحاني إلى مسقط ومن ثم إلى الكويت. هذه تأتي في إطار محاولة إيران يعني إحداث اختراق في علاقتها بالكتلة الخليجية. واضح تماما أن إيران اليوم تعاني من تراجعات وانكسارات على جبهات مختلفة، واضح أنها تعاني من علاقات متوترة جدا مع الولايات المتحدة. الاتفاق النووي الذي عقد في عهد الرئيس أوباما الآن هو يعني يتعرض لتهديد مباشر من إدارة الرئيس ترامب. لكل هذه الاعتبارات وغيرها، إيران تسعى إلى الاقتراب التكتيكي وليس الاستراتيجي، وهذه نقطة مهمة جدا. تسعى إلى أن تقترب تكتيكيا من الكتلة الخليجية لتجرأ عن نفسها هذه المخاطر المباشرة، وفي سبيل ذلك لا بأس أن تكون الأزمة اليمنية يعني ضمن الأدوات المطروحة لتتخلص إيران من كل هذه الأعباء الإقليمية. فإيران تستخدم الأزمة اليمنية كما تستخدم يعني أدوات أخرى من أجل قضايا استراتيجية وقضايا كلية أكبر من الأزمة اليمنية. فيمكن نعم يمكن لإيران أن يعني تضحي ولو نسبيا بحلفائها الحوثيين من أجل الحصول على مغانم أكبر على جبهات أخرى. الآن إيران الآن في ورطة، إيران الآن في معاناة، ليست في أفضل حالاتها كما قلت، وبالتالي وارد جدا أن تبيع يعني هؤلاء الحلفاء يعني بثمن بق. وأظن بل أستطيع أن أجزم أن هذه الدعوة التي أطلقت من موسكو يعني فيها توافق دولي وفيها توافق إقليمي، ولا يمكن لمبعوث أممي يمثل مؤسسة دولية أن يطلق هكذا تصريحات دون أي خلفية من هذا القبيل. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الغيلاني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مسقط في عمان. أعود لضيفي من لندن دكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس النقيب، إذا هذه الدعوة أتت من موسكو وربما هناك توافق دولي ومن كل اللاعبين المؤثرين على ضرورة أن تكون هناك هيئة دولية تقود عملية تسوية جديدة في اليمن، رأيك في ذلك؟ وهل يمكن أن يأتي الحل ربما هذه المرة من خلال هذه الدعوة وما سيترتب عليها؟ الحقيقة دول يعني أن هذه كلها هي مجموعة من الاستنتاجات المبنية على بعض التحركات التي جرت في الآونة الأخيرة في منطقة الخليج والتحركات الإيرانية، وكذلك مؤتمر موسكو الذي عقد في موسكو الذي شارك فيه يمنيون وشارك فيه ولد الشيخ وطبعا وكان بدعوة من أحد المراكز البحثية في موسكو. إيران هي تعاني من عزلة، والأيام القادمة لا تحمل لها خيرا كما قال الزميل. يعني الإدارة ترامب حاملة مشروع جديد تجاه إيران، وبالتالي هي إيران بحاجة إلى كسر الحصار عن نفسها وكسر العزلة والبحث عن منافذ جديدة. لكن إيران صاحبة مشروع، والمشروع الإيراني هو لن يتنازل بمجرد تغيير الرئيس الأمريكي أو بمجرد حصول هزائم أو انكسارات هنا أو هناك. المشروع الإيراني هو مشروع يعني يريد له الإيرانيون أن يحيا وأن يستمر ويبقى، وهو المشروع الإمبراطوري، استعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية. لكن المراوغات والمهادنات هي في السياسة أمر مشروع، يعني المساومات وإحداث بعض التنازلات هنا أو هناك، الانحناء أمام العواصف كما يقال. شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس. شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج، كونوا بخير.